قيم رئيس هيئة التنسيق الوطنية. أستاذ عبد العظيم، يعني استمعت معنا إلى المقابلة مع الأستاذ عبد الأحد الصيف، انتهت الجولة الأولى من جنيف، برأيك هل تمكن الائتلاف من تحقيق نصر ما في هذه الجولة، لمجرد كما يقول بأنه يعني جلس إلى جانب الوفد الحكومي ندا لند في هذه المحادثات، وهل التلويح كما كان خلال جنيف بالمزيد من التسلح هو محاولة يعني لتحسين شروط تفاوض الائتلاف، أم أنه فقط مجرد ضغط معنوي لا أكثر؟ يعني بتقديري أنه الأسبوع الأول من المفاوضات في جنيف 2 انتهى إلى نوع من الفشل، والأسباب عديدة. السبب الأول ضعف التمثيل، ضعف تمثيل وفد الائتلاف، لأنه لا يمثل حتى كل الائتلاف من جهة، وأيضا يتجاهل أو لا يشمل قوى المعارضة الوطنية في الداخل والخارج، هذه نقطة ثانية. وأيضا انعدام الثقة بين وفد الائتلاف ووفد النظام، هذه نقطة أخرى. نقطة ثالثة الخطاب الحربي، يعني كان في مرحلة قبل انعقاد جنيف كان الصراع المسلح والاقتتال هو السائد واللغة السائدة، لكن الآن أصبح مؤتمر جنيف ينبغي أن يكون هناك خطاب تفاوضي وليس خطابا حربيا، فكان الخطاب حربي بامتياز. ثلاثة، رابعا غياب رؤية واضحة للتفاوض، يعني الذي لم يأخذ قرارا بحضور جنيف والتفاوض يعني لا يستطيع أن ينتقل بين عشية وضحاها من لغة الاقتتال والصراع مع النظام، اللغة المتبادلة، إلى لغة التفاوض ورؤية التفاوض كما قدمت هيئة التنسيق الوطنية للأطراف الدولية رؤية تفاوضية بثمانية صفحات تشرح فيها بيان جنيف ورؤيتها لبيان جنيف. النقطة الأخيرة أنه كأن التفاوض كان صراعا على السلطة بين سلطة قائمة ووفد يريد أخذ هذه السلطة منها، وبالتالي تقاسم السلطة أو أخذ السلطة، وبالتالي هذا كله كان من أسباب عدم نجاح الجلسة الأولى مفاوضات. هل كان سيغير شيء في جنيف لو حضرتم أنتم أستاذ حسن؟ ويعني هل ندمتم على عدم الحضور؟ يعني وهل يمكن أن تجري المفاوضات أو الجولة الثانية من المفاوضات في 11 من شباط المقبل بوجودكم، رغم أن روبرت فورد يعني يضع فيتو في الحقيقة على يعني على شخصيات على الأقل في هيئة التنسيق كهيثم مناع، وأيضا على شخصيات في الهيئة الكردية العليا كصالح مسلم محمد؟ نحن لم نندم، لأنه المسألة نحن نتمسك بجنيف وببيان جنيف الأول ومؤتر جنيف الثاني من أجل تنفيذ بيان جنيف الأول، ولدينا رؤية واضحة وخبرة تفاوضية وخبرة سياسية، وبالتالي المسألة ليست مسألة أن نندم أو لا نندم. المطلوب لا يمكن أن ينجح أي حل تفاوضي بين السوريين أنفسهم يعني رعاية دولية وأقليمية وعربية إلا أن يكون هناك تمثيل حقيقي للشعب السوري، وعلى الأقل تمثيل وازن. والوفد الذي يحضر كما نص عليه بيان جنيف أن يكون وفدا وازنا ومعقولا ومقبولا. بالتالي عندما تركت نعم يعني هذا بالضبط هو ما كانت تطالب به، يعني ما كان يطالب به وفد الحكومة السورية وأيضا الأخضر الإبراهيمي، من ضرورة توسيع تمثيل وفد الائتلاف في الجولة المقبلة ليكون أكثر شرعية على الأقل حسب تعبير وفد الحكومة. هل يمكن أن تذهبوا إلى الجولة الثانية لمفاوضات جنيف إذا ما كان هناك يعني لا يزال هناك إصرار على أن تكونوا تحت مظلة الائتلاف، وخاصة عندما يتحدثون عن شرعية وحصرية الاعتراف الدولي بهم وفد مفاوض، هل تذهبون تحت مظلة الائتلاف في الجولة الثانية؟ أولا ليس هناك في خلال العامين الماضيين
أي حصر للشرعية الدولية أو القيمية أو العربية بالائتلاف، لا في المجلس الوطني ولا بالائتلاف. هم بيتحدثون بذلك. لا لا لا، الحصرية كانت بأنه الوفد الائتلاف هو وفد أساسي لكن لا يمثل كل المعارضة. الذين اعترفوا بالائتلاف كممثل شرعي وحيد هم ثلاث دول، قطر والسعودية وفرنسا فقط، وبالتالي أعطوهم مسافرات شكلية لكن لم يعترفوا فيهم كمثيل شرعي ووحيد، بدليل أنه بيان جنيف لم يقول وفد الائتلاف، لم يقول تشكيل وفد الائتلاف وإنما وفد المعارضة الوطنية. هذا هذه الحصرية لا حصل عليها المجلس الوطني ولم يحصل عليها الائتلاف أيضا. نعم أستاذ حسن، أيضا أصر الائتلاف على الدخول مباشرة في عملية تشكيل هيئة انتقالية حاكمة ورفض البحث في أي موضوع آخر. يعني أنتم ما مقاربتكم لبيان جنيف؟ هل مثلا في وقف إطلاق النار، تبادل المعتقلين، رفع الحصار عن بعض المناطق تجدونها بلفات ينبغي التفاوض عليها أو أن تبني المفاوضات عليها؟ وبالتالي ما هي النقاط برأيكم التي تعد مدخلا لصلب العملية السياسية في سوريا؟ من يعيش في الداخل يرى أن الأولوية بالنسبة للشعب السوري من مدنيين وعسكريين تبدأ بوقف إطلاق النار. ثانيا يعني وقف الاعتقال والإفراج عن المعتقلين لدى النظام وعن الأسرى والمخطوفين لدى المعارضة المسلحة. ثالثا رفع الحصار عن المناطق المحاصرة والتجري فيها الأحداث وتأمين الأدوية والأغذية وكل شيء. بالتالي رابعا يأتي البحث في موضوع تشكيل الحكومة الانتقالية أو هيئة الحكم الانتقالي. القفز مباشرة إلى الحديث عن هيئة الحكم الانتقالي كأننا نحن نخوض صراعا على السلطة الآن، هذا مستحيل. نحن الآن نقول أنه بيان جنيف ببنود الستة يبدأ بوقف إطلاق النار بالتزامن بين الطرفين، ومن ثم الإفراج عن المعتقلين والأسرى أيضا، وثالثا رفع حصار دخول المواد وتسهيلها وتسهيل دخولها، ثم الحديث عن الهيئة التفاوض على تشكيل هيئة حكم انتقالية. هذه هي التسلسل الوارد ببيان جنيف الأول، وينبغي التركيز على هذه النقطة الأساسية. نعم أستاذ عبد العظيم، يعني الروس ربما خذلوكم إن صح التعبير في لحظة حاسمة عندما يعني كانوا يعولون عليكم للموازنة أو تعولون عليهم بالأحرى للموازنة بينكم وبين المعارضة الخارجية، لكنهم تركوا أمر حصرية ربما الرعاية لواشنطن وخصوصا للسفير فورد الذي يعاديكم بالمقابل في تشكيل وفد الائتلاف. هل لا تزالون تثقون بالروس أولا، وهل شعرتم بالمرارة بسبب التخلي الروسي ربما في هذه اللحظة الحاسمة؟ لا أعتقد أن الروس خذلونا، وإنما لديهم اجتهاد آخر. هم يدركون أن الإدارة الأمريكية أو الخارجية الأمريكية احتاجت إليهم عند موضوع السلاح الكيماوي ورجعت إليهم لإيجاد حل يجنب الإدارة الأمريكية من توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا في الوقت اللي إدارة أوباما لا تريد خوض حروب جديدة وإنما تريد الانتهاء من الحروب السابقة والخروج من أفغانستان. وبالتالي لهم يدركون أنه أمام الإصرار الخارجية الأمريكية على أن تكون هي المكلفة بتشكيل وفد المعارضة تركوا الروس الأمر لها، وفي تقديرهم وبخبرتهم أنه سوف يفشلون في تشكيل الوفد المعارض وسيعودون إليهم. طبعا هذا ممكن يكون محل نقد من قبلنا، ولكن ما صرح به السيد لافروف
في عند انعقاد جنيف، نعم، وفي كل مؤتمرات صحفية يؤكد أنه معارضة الداخلية وعلى رأسها التنسيق الوطني هي طرف أساسي ينبغي أن تحضر في أي مفاوضات، لأنها هي التي قدمت حلا. نعم. ومن الواضح أن هناك واحد. نعم، ومن الواضح أن هناك ربما مساعي في الجولة الثانية على الأقل من جنيف لأن يتوسع وفد المعارضة كي يشمل معارضة الداخل وربما مكونات أخرى. بكل الأحوال شكرا جزيلا لك السيد حسن عبد العظيم رئيس هيئة التنسيق الوطنية المعارضة، كنت معنا من دمشق. المنسق العام لهيئة التنسيق المنسق الوطنية. العام طبعا. شكرا. نعم. أعزائي المشاهدين.